السلام عليكم المشاهدين ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة الأخ يونس، بغيت يسمعها ضروري، يسمع الرسالة هذه من عند أخت الأخ ديالها. كنقول الأخ يونس ما توقفش على التصوير، وضروري ترجع لينا بلي فيديو، واخا غير شي كومينوتي وترجع بشي فيديو، وما نبغيكش تحط ايدك حيت عرفنا فقدتي الثقة، وجات واحد الإنسانة ودخلتيها لدارك كما تنقولوا فرحتي بها وكنتي دائما مكبر بها، وفي الفيديوهات طيلت الفيديو حتى كتشكر فيها وكتعبر لها على خلاتك الفرح ديالك بالله، وقفات معاكم وكتقول لها كيفاش غادي نرد لك الخير ديال هالوقفة اللي وقفتي معايا. ولكن للاسف كتخدلي الاخ يونس، كتخدلي المره الثانيه من طرف انسانه خدلاتك الزوجه وصورات ورديتيها وتسامحتي معها وخانت خدلاتك، ودابا تتخدلك الثانيه اللي كنتي فرحان بها وكتبان لك الفرحه في عينيك، كتقولي هاد الانسانه هي اللي جات وهي اللي بدون مقابل وبدون، ولكن للاسف السيده حتى هي باغا شروط وباغا مطلبات، وحتى هي ما صدقاتش كما تنقولوا، ما صدقاتش. وتنقولوا الله يكون معاك، ماشي ساهل، ماشي ساهل واحد دخليه لدارك وتثقي فيه وتصوريه في قناتك ومن بعد يتصاب حتى هو صاحب مصلحه ويقول لك لا عطيني دير معك السونتاج، ويقول لك لا دير ليا راه عاوني بسببك، داروا ليا بسببك. مع العلم هذيك السيده جات بوحدها، وحنا شاهدين الفيديو اللي شفناها جات فيه، وهي اللي قالت غادي ندير تحدي وغادي نبدا نصور معاك لي فيديو، وحاطه قناتها حتى هي كتصور فيها وكتدعم فيها. ومع الاسف دابا كتقول بالله باغا خاصك دير ليها عارفين عليها الناس شكايات، الاخت ديالي ما كانش عليك ديري هذا الشيء في هذوك الناس حيت راه دمروا ما فيه الكفايه. واش نتي جايه على صيفانيه باش توقفي معاهم، ولا جايه باش تبداي تهدي فيهم حتى نتي وتطلبي منهم مبالغ؟ هذا الشيء راه حشومه وما كيبغي حتى انسان، ما كيبغيه. وتيا كنتي تقولي لينا انا جايه باش نلقى الصهد على امي حاده، ومن بعد كنلقاوك دابا طالعه واقفه في ضدهم، دابا ما حيلتهم هما مع الزوجه ولا مع الجمعويين اللي دايرين عليهم حاله وبالتهديد وبالمشاكل الكحله، وكتزيديهم حتى انتي مشاكلك. هادشي هو اللي ما عجبناش وما تقبلناش وما بغيناش حنا كمتابعين وكمشاهدين، وحبيناك وشجعناك وهضرنا عليك في الفيديو بزاف، وقلنا هاد الانسانة الطيبة اللي جات، ولكن للأسف حتى انتيا ما صدقتيش، وحتى انتيا خنتي الثقة ديالنا. كنتمنى هادشي توقفيه وتسيري تشوفي حياتك. وبالنسبة لهذوك الناس اللي كيقولوا لك لا راه حنا كيهدوك على حساب الشكايات وعلى حساب، الا كنتي انتيا كتقولي انا ماشي صاحبة هذيك القناة اللي كتعاير وطلعتي وقلتي بواحد المنبر اعلامي، علاش غادي تخافي؟ انا سمعتك فمي قلتي انا ماشي هي هذيك السيدة اللي كنعاير في داك القناة، راه ماشي ديالي، علاش انتي خايفة؟ الا كانت هذاك القناة ماشي ديالك ما عندك علاش تخافي، وطلعي بوجهك احمر وخليهم يديروا شكاية ويديروا عشرة ويديروا اللي بغاو، وما تخافيش. الاخ يونس شفناه فاش طلعتي معاه في داك المنبر الاعلامي وكيعيط وكيقول لي مدويو مع سارة راه بريئة، راه عمرها ما عايرت شي انسان، هذيك السيدة من عائلتنا وكيدافع عليك بشراسة، ولكن اختي لك كنتي دايرة شي حاجة ماشي هو اللي غيتحمل العقاب ديالك، حتى انتي باركة غير داك الشي اللي هو فيه. حيت هاد الاخ هذا شفناه محقور بنعمة الكلمة، محقور بزاف، والناس حتى واحد ما كيبغي الحقرة، حتى واحد ما يبغي الاذى لشي انسان، حيت هاد الشي اللي شفناه دابا راه ولا بحال الافلام. واحد كتجي عنده كتقول لي بغيت نوقف معاك وبغيت نصور معاك، وكتطلعي في قناتك ومن بعد تنوضي وتولي على حساب القنوات، والهضره اللي سمعت من الفم ديالك بالله راك انت باغاه يدير لك محاميين وشكايات ضدك، اللي شفنا حنا انت اللي غادي ديري شكايات، حيت هما تهجموا عليك وحيت هما صوروك وانت كتصوري فيديوهات عادي، انت اللي عندك الحق ماشي هما اللي عندهم الحق. واخ يونس كنتمنوا لك غير الخير، انت انسان طيب وانسان باغي وليداتك، ولكن تنشوف الطرف الاخر هو اللي ضدك، والله يكون معاك، الله يكون معاك، وكنكتفي بهذا القدر، ومع السلامه.